يبقى كلمته فليتفضل. فكانت النتائج مثيرة. تجدنا اليوم مع عودة الكرات مرة أخرى وكلنا أمل وتوفيق من المنطقة هذا أن نعرف مشاريع مهندس صندوق خليفة والقطاع الحكومي الذي دوم الذي يسلمكم مساعد المشاريع اللي مهندس صندوق خليفة ما بدأ بس في خلال 4 سنين اللي جو من كل الإمارات بحضورهم اليوم وأن إن شاء الله توقيعات الموقع. بسم الله. الجهاز الثاني تعرف عندك هو الاشياء الخاصه بالجهاز.